أهلاً وسهلاً بيكم ومساء الخير في الفقرة التانية من برنامج موضوع مهم. النهاردة جاي لكم بموضوع إيجابي جداً وجايين نساعدكم وجايين نتخطى مشاكل كتير وعقوبات كتير في حياتنا، وهو المود السيء اللي بيقابلنا كتير. بس قبل ما ندخل في الموضوع هنرحب بزميلتي رباب. ازيك يا رباب؟ مساء الخير يا اسماء، واهلا وسهلا بالساده المشاهدين. وحلقه يا رب تكون حلقه جديده وحلوه عليكم. نبتدي في الحلقه على طول يا اسماء. الحلقه بتقول، الفقره بتقول ايه؟ بتقول ان احنا عايزين ازاي نعرف ان احنا نتخطى المود السيء. ايه هو المود السيء وايه اسبابه وايه اللي خلانا نخش فيه اصلا؟ انا افتكر يا رباب ان المود السيء ده بيبقى راجع للعمليه النفسيه، ده تمام. اول حاجه لتغيرات السيزون، تغيرات الفصول، وفي فترات كده في الفصول بتبقى بالذات الشتاء بتبقى داخله مع الكآبه بقى. بصي انا اقول لك على حاجه، هو احنا عامه في فتره تغيرات الفصول دي بتبقى دايما فيها حالات زي تغير الفصول، بتبقى فيها فصله بحيث ان احنا مثلا نلاقي نفسنا لا احنا مش زي فترات الليل غير النهار. النهار بتبقى في حياه وروح. بالظبط، وتلاقي في حيويه دايما مشوط. بتلاقي حالات مثلا الاكتئاب او الحالات المزاجيه السيئه شويه بتلاقيها داخله في فتره الليل عشان خاطر الدنيا بقت ضلمه والنور قل. دي من الفترات. بس برضو خلينا نلقي الضوء على فكره ان التراكمات النفسيه اللي بتؤدي لتقلب المزاج. يعني اكيد مثلا حد هيبقى هو مش صاحي نفسيا متضايق كده، لا هو بيبقى فيه تراكمات بتوصله لحته المود السيء. بصي هقول لك على حاجه، ساعات بيبقى فيه ناس بتبقى صاحيه بالفعل مودها سيء، بس دي ما بتبقاش بقى هي صحيه كده، بتبقى يا اما هي من التراكمات بتاعت بالليل. أيوة. هي اوريدي ما تخلصتش من المشاعر السيئه بالليل ونامت ذهنها صافي، قلبها صافي، حياتها صافيه، فبالتالي هي نامت على 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 البقايا السيئه، فبالتالي لما صحيت بالمود السيء فضلت التراكمات دي مسببه الاسباب دي، مخليه المود سيء جدا، مش عارفه تعدي تتخطى ده، تفضل تفكر فيها بشكل سلبي. بصي بقى احنا عايزين بقى الاول نقول بقى ايه بقى احنا بنقول المود السيء. بقى احنا دلوقتي عايزين نعرف ازاي احنا مودنا سيء. يعني مثلا احنا بدانا اليوم نحاول ان احنا نبدا يومنا بضحك، نحاول ان احنا نبدا يومنا بشكر على النعم اللي احنا موجودين فيها، نحاول ان احنا نشوف ايه الجميل اللي في حياتنا. بالظبط. انا بقى ليا هنا نظره كمان، ان احنا كل ما بنفكر كل ما نلجا نلاقي نفسنا مثلا وصلنا للمود السيء ده بسرعه في لحظه ثواني كده. انا بشوف ان ليه الانسان ما يرجعش لنجاحاته حتى لو هي حاجه بسيطه، ألمح بصره كده اللي هو بسيطه على نجاحاتي، على اي حاجه نجحت فيها، سواء كانت الحاجه دي صغيره، حاجه بالنسبه اللي حواليا مش كبيره، حاجه تافهه، لا انا ببص لها ان هو نجاح عظيم. كل ما بفتكر نجاح او كل ما بفتكر ان انا في فتره معينه عديت بنجاح حتى لو بسيط، ده بيشحنني طاقه ايجابيه في حد ذاته، وان بيخليني ارجع اشحن المود الايجابي بقى. اسمع ايه هي بقى، احنا دخلنا في مود سيء، مفيش داعي يا جماعه ان احنا نخش فيه ونفتكر في كل الاحداث السيئه اللي ظهرت امبارح ومن السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها والاشخاص السيئين بالنسبه لنا. ما نحاولش نصدر لنفسنا طاقه وحشه، طاقه سلبيه زي ما بنقول. احنا بنقول ايه؟ نخلي اليوم بدأ حلو، لا انا النهارده هبتدي ان انا هنتسامح مع الاشخاص، هنتسامح. هو بقى زي ما انا بقول، كل ما الواحد اللي هي اسمها عمليه اللا اراده، انك انت لما بتخلي الهرمون نفسه بتاع السعاده عندك بيفرز من ايه؟ كل ما انت بالتالي بتفكر في حاجات تبسطك، بتفكر في نجاحات انت مريت بيها، بتفكر في حاجات حلوه حصلت لك، كل ما انت بتدي كده الافراز للهرمون السعاده. في حاجه كمان يا اسماء، ان احنا نتجنب الاشخاص اللي بتدينا مود سيء. نبتعد عنهم يا جماعه، نبتعد يعني عنهم. الاشخاص اللي هتبتدي ان هي انت زعلانه ليه؟ مال وشك دبلان ليه؟ مالك النهارده في ايه؟ لا احنا مش عايزين الاشخاص دي. احنا عايزين من الاخر كده، عارفه انت يا رباب اغنيه العسيلي انا ابن مصر انا ضد الكسر؟ بالظبط. الاغنيه دي بتدي امل حلو جدا، بتدي ان انت لا انا ضد اي حاجه تكسرني، اي حاجه تزعلني. بصي يا اسماء، في حاجه انا بتكلم فيها بحب قوي اقولها للناس عندي، اللي هي ايه؟ انت خليك لا وعيك الداخلي يقول لك لا انا قدها، انا هخرج من الحاله دي. ما حدش هيقدر يخرجنا يا جماعه من الحاله او المود السيء ده غير احنا. لو احنا قعدنا نفتكر في الذكريات الحزينه، في المواقف المؤلمه، في لحظات الخذلان، في الفشل، في اي حاجه، مش هتصدر لنا غير طاقه سلبيه، مش هتجيب لنا طاقه ايجابيه. عايزين برضو نركز هنا على حته الناس. لما انت جبتي سيره الناس اللي بتاثر فينا بالسلب، في ناس برضو بتاثر فينا في الايجاب، نروح بقى ساعتها للناس اللي بتاثر فينا بالايجاب. عندي حواليا ناس اكيد بيكونوا بيدعموني، بيقووني، بيدوني طاقه حلوه في يومي،
يعني انا مثلا شخصيا من الناس اللي بيدعموني وبيدوني طاقه شخصيه في مامتي والدتي، بس حاجه كده ذكر بسيط يعني، هي الدعم القوي في حياتي، هي اللي يعني السبورت، فهي اللي بتديني طاقه ايجابيه طول عمري. بالزبط. فدي حاجه نلجا للناس اللي بيدونا طاقه ايجابيه. بالظبط، يعني احنا نحاول نبتعد بكل الطرق المختلفه عن اي مصدر لمصادر اللي هي هتدخلنا لزياده المزاج السيء. نعرف ازاي نتخطى العقبات بتاعتنا، ان احنا نبتدي ان احنا نركز على الايجابيات اللي جوانا. احنا من هنا يعتبر كده ركزنا على فكره الحلول. بالظبط، احنا كده دخلنا في يعتبر في الحلول، اللي هو ايه يا جماعه، احنا دخلنا في مود سيء الصبح، مفيش داعي تقول اصلا انا صاحي قرفان، لا 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 لا، انا صاحي مزاجي مش كويس بس هقاومه، انا هحاول اوجد لنفسي حاجه حلوه. اللي بيحب الغنى يغني، اللي بيحب الزرع يخش للزرع ويشوفه. برضه ناكد على فكره دور، ودور اللي هو اساسي، دور الاهل، دعم الاهل. الاهل بيبقى لهم دور كبير قوي يا رب في الموضوع ده. كل ما انت على فكره اكتر ناس بتاثر في حياتك من صغرك هم الاهل. فالاهل لما بيشحنوك عامه بطاقه ايجابيه، بيدوك ان انت قدوه، بيسقفوا لك دايما، بيحسسوك ان انت كمل، انت شاطر، انت مثالي، انت انت انت، ده بيدينا طاقه ايجابيه هايله في حياتنا. معاكي، بس في ناس بتبقى غصب عنها ظروفها بتحكم عليها ان هي قاعده لوحدها، فما ينفعش ان هي ان انا اقول لها خليكي دعم اهلك، انت دعمك نفسك. ايوه اللاوعي الذاتي. لا انا فاهمه، لا انا فاهمه جواكي، بس دايما لو خلي قلبنا نابض. بس لو حوالينا، لا لو حوالينا برضو ناس كتير اهالينا او كده، او اكيد اكيد يعني بصي ناس قريبين لينا، مش شرط اهالينا. احنا بنخش في المجتمع وبن انا فاهمه ان احنا بنتفاعل معاه حاجات كتير لوحدينا، وده لازم بيأثر فينا وبيأثر فيه. ده اوريدي يعني من ضمن الحاجات اللي احنا عايزين ندوس عليها فكره الاستغفار. على فكره الاستغفار لما تكون انت اوريدي صاحي كده لاقي نفسك سلبي، انا متهيألي احلى حاجه من الحاجات برضو الاستغفار. بتخليك مرتاح. لما تلاقي نفسك اصلا مشحون بطاقه سلبيه كتير، ابتسم، سمايل، اول حاجه بتخليك اصلا تبعد اي طاقه سلبيه عنك. بالظبط، دي من ضمن الحاجات اللي انا مجرباها حرفيا. ما دي من الحاجات، بصي دي انت بتقولي ايه، ابتسم. الابتسامه انت عارفه ان الابتسامه بتبقى اصلا في وش اللي قدامك، دي بتدي له لوحدها طاقه. دي احنا لو هنيجي نتكلم عليها، هي من وصايا سيدنا النبي ان احنا تبسموا فان تبسمك في وجه اخيك صدقه. دي صد من الصدقات. فهي احنا بنتكلم ايه، ان البسمه حلوه، الوش الجميل حلو، نغير من مودنا. سواء بالزبط. ولد او بنت، لازم تشوف انت بتعمل ايه. شوف الحاجه اللي انت بتحبها ومارسها، شوف الحاجه اللي انت بتخليك فرحان وابتدي فكر فيها. اي حاجه بتوديك للطاقه السلبيه امنعها، مفيش حاجه تستاهل خالص تقريبا يا رباب ان احنا نعيش نفسنا في مود سيء ونخلي حياتنا في اكتئاب. هقول لك على حاجه يا اسماء، انت عندك المود السيء ده للاسف بيدخلنا من حاله لحاله. هو بالاول بيبدا بمود سيء، بعد كده بيدخلنا في حالات نفسيه سيئه تحتاج لعلاجات ومصحات نفسيه. دي يعني احنا بنقول ليه نستنى لغايه لما نخش كتيرة في المرحله دي. احنا بنقول بدانا حسينا ان مودنا مش كويس، نبتدي ندور على الحاجات الحلوه. كل واحد يدور على جواكوا يا جماعه، جواكوا ايه حلو، كل واحد يدور ايه اللي بيحبه يعمله. انت عارفه ان انا جالي مثلا حاله كانت بتشتكي لي وتقول لي انا على طول بصحى مكتئبه، على طول حاسه ان الناس اللي حواليا وحشين، مش واثقه في حد، دايما عايشه في مود سيء. قلت لها ايه؟ قلت لها ان انت اللي معيشك في المود السيء ده انك انت اللي حاطه اوريدي في دماغك ان الناس كلها وحشه. فمن هنا انت بتبداي تشحني نفسك طاقه سلبيه. بالظبط بالظبط. لا هو انا احنا وارد الاختلاف، احنا وارد ان احنا نبقى انا اعجبك او ما اعجبكش، وارد ان انت تعجبني او ما تعجبنيش، وارد ان طباعي تعجب او ما تعجبش، احنا ما بنتكلمش. ممكن من هنا برضو نسلط الضوء على فكره انك قوي قلبك، قوي قلبك، يعني قوي قلبك، ما تبقاش ما تخلكش يعني اسمها هش او كده. لا بص خلينا يعني دور جواك على الحاجه الحلوه. ايوه دور جواك على الحاجه الحلوه اللي تخليك تكمل يومك، تخلي اليوم بقى حلو. ما نقفلوش من الاول لا اصلا انا وحش، اصلا انا متضايق، اصلا انا صاحي مش ماليش مزاج. ما انا من هنا اصلا اوريدي بشحن دماغي طاقه سلبيه. طول ما انا بقول الكلام ده، طول ما انا بشحن طول ما انا بسلط الضوء على حاجه بتطلع زي ما هي. سلطت الضوء على حاجة وحشة هيكمل معايا وحشة، سلطت الضوء على الحاجة الحلوة بتكبر وبتزيد. الإيجابيات كتيرة ممكن ندور عليها، وممكن بأبسط الحلول ممكن نعرف نبسط نفسنا. بس خلينا نقول برضو ان وارد ان احنا نقع في تقلب المزاج، يعني كلنا معرضين ليه. ما انا قلت لك من الاول احنا عندنا فيها عندنا سيزون، احنا عندنا سيزون دلوقتي، احنا في تغير الفصول، احنا في فصل الربيع دلوقتي، فاحنا عندنا تغير فصول. فده اوريدي في ندور بقى ايه، اللي بيحب الغنى يغني، اللي بيحب ينزل يلعب رياضه يلعب، اللي مش عايز لازم نوجد يا جماعه لنفسنا هدف، اللي عنده هوايه لازم يكون عندنا هدف نروح له. كل ما نلاقي نفسنا مش مظبوطين، كل ما نلاقي نفسنا لا بدأنا ان احنا نضعف. بالظبط. وعلى فكره خدي بالك، كل ما الانسان يكون تلقائي وطبيعي
ما يحاولش يبقى يتصنع علشان يرضي حد، ده برضو بيتعب النفسيه جدا ويخليك انت عايش الأول. اصلا في قلق. لو بصي انا نفسي. يعني عن تجارب فعلا شخصيه مع حالات كتير عندي، انا عندي الناس نفسها اللي بتسعد نفسها بتلاقي الكون حواليها كله بدا يتسعد، لكن هي طول ما هي شايفه ان هي من جواها مش مبسوطه، هي من جواها مش هتشوف العين، مش هتشوف غير الحاجات الوحشه، مش هتحاول تشوف حاجات حلوه، عشان هي مسلطه الضوء نفسها على الوحش. فبالظبط، فبالتالي هتلاقي كل اللي هي بتستقطبه حاجات كلها وحشة. هتلاقي اليوم ايه، اصل اليوم وحش، لا اصل الناس دي وحشه، طب انا ليه اروح الناس، طب انا عارف الناس دي وحشه ابعد عنها واروح. خلينا برضو ندي مثال بسيط، الستات المطلقات اللي برضو ممكن يعيشوا نفسهم في هموم كتيره، وممكن بسبب مشكله الطلاق اللي مرت بيها تعيش نفسها في فتره اسمها فتره الياس، فتره الاحباط، ازاي بقى تطلع بده، وازاي ان احنا نساعدها انها تشغل نفسها بده. فاديني كده رايك وانا هقول لك بالنسبه للنقطه اللي انت اتكلمتي فيها. لا انت مش معنى ان انت اتطلقتي فانت فقدتي حياتك، لا انت دي تجربه دخلتيها ما وفقتيش فيها، ابدا حياتي تاني من اول وجديد، اشوف انا غلطت في ايه واصلحه، احاول بقدر الامكان ابعد قوي 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 عن السلبيات اللي انا كنت فيها قبل كده. بالظبط، ومن هنا تشغل نفسها بان في سوشيال ميديا نقدر نشغل نفسنا بيها، نبتدي نطلع هواياتنا فيها، نبتدي نعمل حاجات الصح، عشان احنا في نهايه فقرتنا وفي نهايه حلقتنا لازم نوصل انك انت بحلوها بمرها هتعيشها، بكل ما فيها هتعيشها، بس حاول سلط ضوءك على الايجابيات اللي فيها، وحاول سلط ضوءك على النعم اللي عندك ومش عند غيرك. كل ما انت تفكر في نجاحات وتفكر في ايجابيات، كل ما انت اصلا هرمون السعاده زي ما قلنا بيتفرز عندك طبيعي. كده خلصت فقرتنا، وان شاء الله باذن الله نتمنى نكون احنا موضوعنا كان خفيف على قلوبكم، واستنونا ان شاء الله الاسبوع الجاي يوم الاربعاء الجاي في حلقه جديده من برنامج موضوع مهم.